السلام عليكم، كيف ما دائما نتمنى تكونوا في احسن الاحوال والظروف. اليوم بعيدا عن المطبخ وعن الكوزينه، فيلاه معايا تشاهدوا واحد الرحله درناها الويكند اللي داز، نضموها الاخوات الله يجازيهم بخير. فهنا قبلت اوتيل هوليداي في مدينه ليدن، تجمعنا جينا بالطوموبيلات ديالنا وجبنا معنا صحباتنا وتصادرنا الحافله حتى جات واستقليناها باش نمشيو لمدينة باتافيا ستات، هي الاولى. فاستقلينا الحافلة وحنا فرحانين وتذكرنا الايام ديال الطفولة ديالنا، حيت كنا كنمشيو رحلات وكنا كيعجبنا الحال. كنا كتسمعوا كنغنيو فرحانين طول الطريق. يعني المدينة بعيدة على ليدن 96 كيلومتر، يعني سعد المدانة، فما حسيناش نهائيا بالطريق. حنايا كنغنيو فرحانين. فمن بعد ما وصلنا لهذه المدينة ديال باتافيا ستات، دخلنا باش نشوفوا المتاجر اللي فيها. فمدينة باتافيا ستات معروفة بالأوتلت ديالها، يعني الريكلام اللي فيها ديال الماركات العالمية. ففيها أكثر من 150 محل كيتواجد فيها، وكلهم ماركات عالمية، فدائما فيها التخفيض. فكيجيو بزاف الناس هنايا باش يتقداو. فهاد المحل ديال كالفين كلاين كنا ندخلو نشوفو شنو فيه، ما لقيناش فيه شي حاجه كتير الاهتمام بها. ما زومتلكمش بزاف على بزاف ديال الحوايج، واصلا مشينا بزاف ديال لي ماغازان وما قدرتش نحط كل شيء هنايا باش ما يجيش الفيديو طويل طويل بزاف. فقلت لكم هذه المدينه كتوجد في ليليستات وفيها بزاف ديال لي ماغازان والمحلات العالميه والمعروفه، فالكل اللي بغى يتقضى كيجي لهنايا. هنايا كاين تيشيرتات دايرين فيهم تخفيض ديال البنات ديال كالفين كلاين، كذلك تقاشر، كلشي كلشي. هنا عجبتني واحد القمجة جات زوينه، كانت كدير 99 اورو، دوها 50 اورو، ولكن الفصالة ديالها من تحت ما عجبتنيش فشريتهاش. فمن بعد ما سالينا من هاد الماركة هادي مشينا لميكل كورس، يعني هي ميكل كورس. فيلاهو معايا نشوفو شنو حاطة ميكل كورس وشنو دايرة. فهادي هي الدخلة ديالها، لقينا بزاف ديال التخفيض وديال الريكلام، كل شيء السيكان صبابط الحوايج. فتالوني السيكان، قلت نصور لكم معايا السيكان وتشوفوا تشوفوا الانواع ديال الديزاين ديال السيكان اللي حاطين والتخفيضات كذلك. فاللي عجبته شي حاجه يقدر يجي لهاد المدينه ويشوف ويشري. فكيف ما كتلاحظوا يعني الأثمنة كيف مرخصين فيها، كيكونوا بثمن وكيردوهم بثمن اخر. فهنايا صورت غير الحوايج اللي كانوا عجبوني او السيكل اللي عجبوني. فهاد ميكل كورس كان فيها الصبابات فيها الحوايج، انا صورت غير السيكان. فهنا سيكان فنين كذلك كانوا ب 425 ردوهم 199. هادو حلوين كذلك، مزيونين خفافين عمليين، كانوا بثمن عرضتهم بثمن اخر، كانوا ب 225 عرضتهم ب 99 اورو، كانوا 225 عرضتهم ل 150 عرضتهم ب 99 اورو، يعني تخفيضات هامه. انا عجبني هذا الصاك، هذا هو اللي عجبني بزاف بزاف، صاك غزال كلاسيك وسبور في نفس الوقت وعملي مزيون، كيجي غزال في اللبسة. هدا هو التمن ديالو اللي كان واللي ولا. ففيها فصالة ديال السيكان غزالة زعما، الألوان كذلك ديال السيكان فنين، يعني اللي تقدروا تلبسوهم مع أي لبسة. هنايا هاد الموديل كذلك زوين، بحال جاي بحال الموديل ديال شانيل. فهاد السيكان كانوا كيديرو 375 عرضوهم 185، واللي فوق كانوا ب 425 عرضوهم 200 اورو. فسيكان زوينين، فاللي عجبو شي صاك وبغى يشريه فما عليه يجي غير باتافيا ستات.
واقفه بزاف بزاف ديال العروض كاينين هنايا. سالينا الطرون ديالنا ماشي سالينا، كنا كندورو حسينا بشي ديال الجوع، كنا نمشيو لشي قهوه باش ناخذ شي حاجه. فهنا دخلنا لابلاس، تقدينا داكشي اللي بغينا ناخذوه، وقلت مع راسي علاش اللي ما نوريكمش الاطلاله فين جلسنا، اطلاله غزاله. يلاه معايا تشوفوها. كتطلع على واد او بحيره كبيره وفيها القوارب كبيره. فانا هولندا دائما زوينه، في اي بلاصه مشيتي لها كتشوفي مناظر زوينه. فمن بعد ما سالينا في قطافيه استاد، استقلينا الكار باش نمشيو لخيط هورن. خيط هورن كتبعد على قطافيا استاد ب 68 كيلومتر، يعني 50 دقيقه ديال المشي. وصلنا لهاد المدينه ديال خيط هورن، هنا وقفنا. ما نعاودكمش البنات، واحد المدينه غزاله ساكته هادئه، ما كتسمعش كاع الضجيج ديال الطوموبيلات. تلاقانا هنايا الجيد اللي ديجا ريزيرفا لنا القوارب باش غادي نتمشاو وغادي ندورو هاد المدينه. في هاد المدينه هادي تبعناه من اللور، ورنا القوارب ديالنا، ثلاثه ديال القوارب، لان حنا كنا بين 33 واحد بيرسون، فكل واحد هنايا استقل قارب، فكل 11 واحد استقلوا قارب. هادو هما القوارب باش درنا هاد المدينه هادي اولا هاد القريه الصغيره الممتازه اللي المناظر ديالها ما غنعاود لكمش عليها، نتوما غادي تشوفوا بعينيكم. فهاد القارب هو هذا، جلسنا غادي نصور لكم من القدام كي داير، ممتاز نقي زوين، الجلسه فيه كومفورتابل غزاله. من بعد ما استقلينا انطلقنا، كيف ما كتشوفوا كانوا بزاف ديال القوارب، يعني لا سيركيلاسيون هنايا في هاد القنوات كانوا عامرين، لان اصلا هاد المدينه اولا هاد القريه عباره عن جزر صغيره كيبنيو فوقها بحال هاد المباني هادي كيف ما كتشوفوا، وكيربطوها بجسور اولا قناطر خشبيه باش كونوا هاد المدينه كامله اولا هاد القريه كامله. والناس هنا الاغلبيه كيتمشاو غير بالقوارب. السيارات هنايا تقريبا منعدمه. فهاد المدينه كتنافس مدينه البندقيه او فينيزيا الايطاليه، وبزاف ديال السياح كيقول لك عاد حسن مدينه خيط هورن احسن من هاد المدينه ديال ايطاليا فينيزيا. فكيف ما كتشوفوا مناظر هائله خضوره، ما نعاود لكمش البنات. نتمنى من الجميع يجي يزور هاد المدينه هادي، راه ما غيندمش. فانا اضطريت ندير لكم شويه تزريب لانني صورت بزاف ديال المناظر اللي ما بغيتش نقطعها، بغيت نشارككم معايا فيها. فكيف ما كتلاحظوا كاين بزاف ديال الجسور او القناطر الخشبيه اللي كتربط ما بين جزيره صغيره وجزيره صغيره. هاد المدينه البنات او هاد القريه كانوا شحال هذيك يسكنوا فيها غير المزارعين، هنا بالهولنديه كنقولوا لهم غير البور، كانوا المزارعين، يعني ما كانت شي حاجه، ما كانتش مدينه سياحيه بزاف. وفي واحد في عام 1900 السميح، في عام 1170 كان جاها واحد الفيضان كبير كبير بزاف اللي غرق المواشي ديال جميع المزارعين، وبقاو القرون ديال المواشي كتبان في هاد الماء. فعلى هاد فبسبب هاد الواقعه اللي وقعت سموها خيط هورن، يعني قرون الماعز. فمن بعد ولات مدينه سياحيه بامتياز، والناس كيجيو لها الاغلبيه كيجيوها الناس ديال اسيا او الناس ديال الخليج العرب. هذا الشيء اللي قالنا ديك السيد اللي كان معنا كيسوق بينا هذا القارب. كيف ما كتلاحظوا الناس كلهم كيتنقلوا عبر هذه القنوات بالقوارب، عبر هذه القنوات. كتلاحظ غير القوارب اللي الناس كيمشيو بها، وكذلك الدراجات الهوائيه يعني البيسكليتات. الطوموبيلات شبه منعدمه هنايا، ولا السيارات شبه منعدمه هنايا. فما نعاود لكمش على الطاقه الايجابيه اللي الانسان كياخذ في هاد
بحال هاد المناظر، مناظر هائلة، البنات هائلة. على الجوانب كتشوفوا مقاهي، وكتشوفوا كذلك محلات لبيع تذاكر او لا، عفوا، لبيع الاشياء التذكاريه اللي كتبقى دائما، اللي تحتفظوا بها وتبقى دائما تفكروا هذه المدينه. فالصوره غنيه عن التعريف. هنايا كاين مقاهي كذلك كيف ما كتشوفوا. فهاد المدينة مدينة سياحية وهادئة وساحرة، نتمنى من الكل يزورها، راه غتعجبكم بزاف البنات. فهنا غادي نمشيو من هاد البلايص هادو باش غادي نشوفو واحد البحيرة كبيرة، اولا غادي نمرو من هاد القناة اولا هاد الواد، حنا كنقولو له بالمغربية الويدان، وبالنسبة لهاد القنوات المائية الطول ديالها ما كيتجاوز 8 الكيلومتر، والعمق ديالها غير متر، يعني ما غرقاش بزاف. درنا هنايا ضربنا هاد القارب ما يقارب الساعة، يعني درنا جميع القنوات في ظرف ساعة، أولا درنا واحد الدورة كبيرة ظرف ساعة. فكيف ما كتلاحظوا البنات، الجسور هنايا اللي كتربط ما بين جزيرة وجزيرة، أولا باش تكون هاد القرية بزاف، كاين أكثر من 50 جسر. فهنا خرجنا في واحد البحيرة كبيرة وكبيرة بزاف وغزالة. هنا كاين مقاهي كبيرة اللي بغى يمشي يتقهوى او اللي يمشي يستارح فيها، فيقدر يربط القارب ديالو في الجانب ويمشي لها. وكذلك هاد البحيرة كيمارسو فيها الناس بزاف ديال الرياضات بحال القوارب الشراعية وكذلك التجديف، والسياحة كذلك. فمناظر رائعة كيف ما كتشوفوا، وعجبنا الحال بزاف بزاف هنايا، فرحنا بزاف وخدينا طاقة إيجابية زوينة. نعود لكم شي البنات، فمن بعد ما مرينا من هاد البحيرة الكبيرة غادي يدخل بينا الباطو لواحد القنوات الاخرين باش غادي نديرو الدوميتور ونرجعو بحالنا. صافي رجعنا عاوتاني للقنوات الصغيرة، وكيف ما كتلاحظوا قوارب كثيرة كتمر من جوانب ديالنا. كيف ما كتلاحظوا مقاهي، هي مقهى هنايا، وكذلك مكازانات اللي كيبيعوا فيهم تذكار، اللي بغى يشري شي تذكار. وما نعاود لكمش على البيوت اللي كتتواجد في الجوانب، بيوت ساحرة، يعني مدينة خلابة، جنة تحت الأرض، ونقية نقية بزاف، كلها خضار وورود.
فنتمنى تتمتعوا بهاد المناظر كيف ما حنا تمتعنا، ونتمنى نكون صورت لكم شويه مزيان. فكيف ما كتلاحظوا بزاف ديال الجسور او القنطرات، فكاين اكثر من 50 قنطره في هذه القريه الصغيره. فكيف ما كتلاحظوا مناظر هائله، وكاين البلايك اللي يبينوا لك فين تمشي والاتجاهات اللي بغيتي تاخد. ففعلا بزاف ديال الناس اللي كيقول لك اللي شافوا فينيزيا وكيقول لك هذه المدينه ديال خيتهورن احسن من مدينه فينيزيا الايطاليه. مباني فيها هائله ورائعه، والورود في كل جوانب. انتي ماشيه انتما ماشيين انتما كتشوفوا الورود والخطوره، يعني اللي بغى يستراح في شي ويكاند ننصحو يجي لهاد المدينه هادي. القارب نورمالمون كيتكرا ب 12 اورو 50، حيت حنا مشينا مجموعه كراوه لنا ب 7 اورو و50 الواحد، فماشي غالي بزاف، يستاهل باش يدير بك هاد دومي تور في ظرف ساعه د المكانه. فصافي هنايا غادي نرجعو بحالنا، غادي اولا غيستاسيوني بينا الباطو اولا القارب. ما سخيناش بهاد المدينه الصراحه، وما سخيناش بهاد الجوله اللي مرينا فيها على هاد المناظر الهائله وعلى هاد الديور وعلى هاد الورود والطبيعه. فهنايا صافي سالينا من الدوره ديال الدويره ديالنا، واللي بغى يمشي اللي بغى مشى يدور في المدينه مشى. حنايا قررنا نسترحو شويش في واحد القهوه، شربنا ديك الشيء اللي كتب الله، وتسنينا الجميع باش يجتمع في هذه القهوه هذه اللي حتى هي غزاله، والمنظر فيها حتى هو جميل وزوين بزاف. صافي تسنينا الطوبيس يجي اولا الكار يجي، فحانت لحظه الانطلاقه باش نمشيو للمدينه ديالنا ليدن. فهذا هو الكار، ركبنا فيه ودعنا هذه المدينه الساحره اللي حتما غادي نرجع لها مره اخرى ان شاء الله. فاللي زارها لا بد ما غيرجع لها مره اخرى، كيف ما كتشوفوا ودعتها بالكاميرا بحال هكا قلت لها بسلامه. فشكرا لكم البنات على التتبع، وانطلقنا هنايا في الكار ديالنا مدينتنا. شكرا لكم على المتابعه، الى عجبكم الفيديو ديروا لايك، واللي ما اشتركش اشترك في هذه القناه. وشكرا لكم مره اخرى على المتابعه، والى اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله. نتمنى نكون فتكم شويه في هذه الجوله. السلام عليكم.